رجعت لكم من الفاصل، ما عملتش اي حاجه في الفاصل غير ان انا حمرت بس البصل والكشري كمان استوى. اقدم على طول الطبق بتاعنا، يعني عاملين اكله حلوه ومقاديرها خفيفه وكل حاجه، بس يعني مش هنستغنى برضو عن مبدئي، دلعي اكلتك وحطيها في طبق شيك كده علشان شكلها يبقى يفتح النفس يعني. مع ان انا بالنسبه لي بقى الكشري بالذات اسكندراني قهراوي اسماعيلاوي اي نوع من انواع الكشري، عارفين الاطباق الصاج القديمه دي بعشقها انا، يعني انا بحب الحاجات التراديشنال قوي بتاعتنا، الحاجات الاساسي يعني. الدلدقة دي عادي من ريحة الأكل بس مش أكتر، ريحة الأكل داخلة في مناخيري، ريحته تجنن. بصي لونه حلو ازاي، طبق دافي كده تحسيه طبق يعني شكله حلو وطعمه حلو جدا جدا. يتقدم زي ما احنا عاملينه مع البيض المسلوق علشان نحافظ على الطابع الاسكندراني بتاعه، يتقدم مع طماطم مخللة بالثوم والخل والكمون، يتقدم مع بصل وثوم وخل، يعني بصل ني كده شرايح بس كده، حلو قوي قوي. تقريبا كده كفاية، تعالي بس نخلص الطبق. البيض انا ما نسيتوش، اجيب ايه، معلقه كده صغيره، عايزه احفر حفره ونحط فيها بيضايه. اوكي، وبعدين حفره تانية نحط فيها بيضايه، حفره ثالثه نحط فيها بيضايه كده، كده تقريبا تمام. ونجيب البصل، عايزين تحطوه جانبي ممكن، عايزين نرش عليه بس كده عشان يبقى شكله باين ممكن. شكل حلو، الوان حلوه، ريحة حلوة جدا جدا عندنا هنا في الاستوديو، وطعمه يجنن. كده تقريبا خلاص خلصت طبقي، اغسل ايدي بس. وهنبتدي في الطبق التاني على طول. ايه رأيكم بقى؟ ايوه، ويا حلاوته ويا جماله، وما تطلعوش على الامه، هاتوه من هنا من خمس مقادير وبس، بيتهيألي طبق حلو قوي. ويا رب اكون كده يعني احتفظت بالطابع الاسكندراني بتاعه، كشري عدس اصفر ورز وكمون وفلفل وملح وبيض مسلوق وشويه بصل حمرناهم. ادي اول طبق، الطبق الرئيسي اللي عملناه على سفرتنا الاسكندرانيه النهارده، وهنعمل طبق سلطه خفيف كده معاه، حاجه تبرد بقى الموضوع شويه بتاع البصل والعدس والكمون والكلام ده. تعالوا نشوف هنعمل ايه، خليه بس ده على جنب شويه كده. هنعمل سلطه بنجر. البنجر مفيد جدا جدا للاوعيه الدمويه، بس مضر جدا لو قطعتيه من غير جوانتي علشان اللون الاحمر بتاعه. عندك بقى يعني مش لازم الناس كلها تعرف ان انت كنت واقفه في المطبخ، يعني زي ما بتعملي اكل شيك وبنقدمه بطريقه شيك، احنا كمان مش لازم يبقى ريحتنا توم وبصل والكلام ده كله. عملتي توم وعملتي بصل ومش عارف ايه، افركي ايدك بس كده بحبوب قهوه، شغلي في البيت عودين كده بكور، هتلاقي الدنيا على طول يعني مفيش روايح. حمري مستكة على نار كده بس، هتطلع لك كل الروايح اللي في البيت، يعني حاجة قدام حاجة، مقادير قليلة وأكل سهل وفي نفس الوقت
حافظي على كل حاجة، حافظي على شياكتك زي ما بتحافظي على شياكة سفرتك، زي ما بتحافظي على شياكة طبقك. نبتدي قوام قوام كده. هنقطع البنجر، البنجر مسلوق طبعا، هقطعه بس ايه تقطيعات كده عشوائية. البنجر كمان مش بيتعمل سلطات بس، يعني مربى البنجر ده اختراع رائع، يعني بيتعمل كمان حلويات في يوم من الايام نعملها مع بعض. كده تمام. ناخد واحدة كمان ممكن. يعني انا عايزة لون البنجر هو اللي يبان. السلطة انا ما قلتش المقادير بتاعتها لان المقادير اهي باينة، يعني لو يقدر زمايلي في الاستوديو المصورين يجيبوها لنا برضو اقل من الخمس مقادير. عملنا النهاردة طبق الكشري باربع مقادير بس، وعملنا كمان طبق سلطة البنجر، بنجر وعصير ليمون، يعني قيمة 3-4 ليمونات كده، وزبادي او لبن رايب بيبقى حلو قوي برضو كمان في السلطة دي، وفصين 3 توم. انا ممكن اجيب ده واحط فيه البنجر على طول. ناخد واحدة صغيرة كمان. وهشيل دول خلاص، شيل ادوات الدكاترة اللي احنا لبسناها دي، وهحط على طول للسلطة، هحط الزبادي، انا عايزة لون البنجر هو اللي يبقى باين، فتقريبا كده تمام، مش محتاجة دي خالص، محتاجة بس هدق التوم بس، هحط شوية ليمون، مش هحط ملح، مش محتاجة ده كمان. بص لون حتى الزبادي اتغير بقى لون بينك، يعني لونه حلو قوي، وهدق على طول اربع خمس فصوص توم او ممكن حتى توم بودرة، يعني مش هيقول لأ. هفرم التوم بس كده فرمة بسيطة، فرمة بسيطة ممكن تضربيه في مطحنة اي حاجة، بس يعني هو الموضوع مش محتاج ادوات فظيعة، يعني مقادير قليلة وقت قليل، على طول كده شغلي ايدك على طول اوام اوام. وهنزل بالتوم ده على السلطة، اغسل ايدي بس ونرجع نروق حوالينا عشان نقدم اطباقنا اللي عملناها النهاردة. روق بس كده حوالينا. اول حاجه عملناها كان الكشري الاسكندراني، كشري بالعدس الاصفر والبيض المسلوق وشويه بصل متحمر اهو. اتفضل الاستاذ العظيم. هجيب بس الطبق بتاع السلطه اللي احط السلطه فيه، الطبق بتاع السلطه من اكيد هحط السلطه فيه، يعني ما هحط ايه فيه. انا بيتهيالي محتاجه كمان سنه زبادي هنا، كل حاجة جنبنا، يعني انا ما بحطش الكمية كلها مرة واحدة عشان اعرف بس اظبط حاجتي، وبعدين لو محتاجة ازود ازود براحتي. زبادي يعني هضم، زبادي يعني ما نشتكيش من البصل اللي في الكشري، لان كمان الكشري فيه كمون، الكمون معادلة كده بسيطة شوية بيساعد على الهضم، ففيش مشكلة خالص في هضم البصل. والزبادي كمان ترطب الدنيا كده. حطينا افكر تاني في السلطة بنجر وزبادي وتوم، ما حطيتش ملح، ما حطيتش اي حاجه، ما حطيتش اي توابل، ما
وحتى ليمون، ما حطيتش توابل لان هي هو الموضوع مش محتاج، يعني حتى لو البنجر مسلوق اتاكل لوحده كويس، في نفس الوقت فيه توابل كفايه قوي في الكشري. دي مش محتاجاها، اظبط بس كده الطبق بتاعي. وحطيت من جنينتي حاجة بس كده خضرة تكسر اللون، والليمون ممكن تخليه حاجة جانبية جنب السلطة علشان لو احتاجتيه. أفكرك تاني عملنا كشري عدس أصفر اسكندراني، تحية لكل الاسكندرانية من عندي من هنا من 5 مقادير وبس، ومن قناتنا قناة ست البيت. عدس أصفر، كمون، فلفل، ملح ورز، وشوحنا بس بصلايه كده في السمنه، وبعدين عملنا له البصل المحمر بتاع الكشري وبيض مسلوق، وعملنا سلطه بنجر. يا رب اتمنى لكم ان شاء الله يا اسكندرانيه ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالطبق الاسكندراني اللي انا عملته لكم بطريقتي انا، واتمنى لكل المشاهدين ان شاء الله تكون وجبه خفيفه على معدتكم زي ما بتمنى ان حلقتي تبقى خفيفه على قلبكم. ان شاء الله 5 مقادير جديده دايما جايبه لكم وصفات جديده واطباق جديده من عندي من هنا من مطبخي، مطبخ 5 مقادير وبس، ومش من اي حته غير قناتنا قناه ست البيت. اسيبك في رعايه الله واشوفك في حلقه جديده. باي باي.